مختلفة بجميع المقاييس. هكذا كانت الجمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي لعام 2011، فجمهورها الذي ناهز 300 شخص جعلها الأكثر حضورا وازدحاما، ووسائل إعلامها المرئية والمكتوبة جعلتها الأكثر تغطية، وساعاتها التي قاربت 5 ساعات جعلتها الأطول زمنا. أما الطرح والمناقشات فوضعاها على قمة أكثر الجمعيات العمومية حدة وإثارة. ساخنة، إذا تقييمك ساخنة هي نوعا ما، لأن في استفسارات كثيرة عن استثماراتنا، عن يعني استثمارات بشكل خاص برا الكويت وداخل الكويت، عرفت شلون؟ فالمساهمين رأوا أن يستفسرون يعني بكثرة، يعني عرفت شلون؟ فمن حقهم الأمانة، وإحنا الحمد لله جاوبنا على كثير من استفساراتهم. السياسة اعتمدت من العام في استراتيجية طبقت، في إعادة هيكلة طبقت. اليوم احنا في وقت تفعيل إعادة الهيكلة لتحسين البيئة التشغيلية واستدامة العوائد النقدية لبيت التمويل، ويكون يركز على نمط المصرفي أكثر. وقد يكون الخلاف الذي تسرب إلى الصحف بين رئيس مجلس الإدارة السابق والإدارة الحالية قد تركز حول مستحقات الأول وأداء ذراع عقاري لبيتك في السعودية، لكنه في العمومية اتسع واتخذ منحا آخر، فتواجه الطرفان حول سياسات بيع الأصول ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ووضع الشركات التابعة والزميلة وتضارب المصالح وسياسات الإقراض والمخصصات. ما في شك في توصيات هنا واقتراحات راح نوصلها حق مجلس الإدارة إلى من الجمعية العمومية، يقول والله هذه التوصيات، هذه اقتراحات عموما، يعني هي مو لم يتم التصويت عليها، ولكن اقتراحات الأمانة يعني نهتم فيها وناخذ فيها ان شاء الله، ونزل مجلس الاداره نقول والله هذا الجمعيه العموميه ترى كذا كذا كذا. ووسط صخب وجدل لم تمنح الكاميرات فرصه لنقل، تم استعراض الارقام والمؤشرات الماليه لبيتك، فهو قدم توزيعات ومنحه تتناسب مع ما حققه خلال العام الماضي الذي شهد صعوبات جمه مر بها الاقتصاد واثرت على نشاط ومداخيل بيت التمويل الكويتي مرجعيه المصرفيه الاسلاميه وحامل لقب افضل مصرف اسلامي في العالم. اليوم نتكلم عن بيت التمويل الكويتي، عنده زيادة بإجمالي الإيرادات بحدود 18%، عنده في زيادة في الإيداعات، زيادة بالأصول بحوالي 7%، وزيادة في الودائع 16%. طبعا تحسنت الديون المتعثرة من الإجمالي بحدود 22% من حوالي 10.6 إلى 8.2. نسبة تغطية الضمانات تحسنت من حوالي 50 إلى 73% بحدود 30%. لم تمنع عمومية بيت التمويل الكويتي من توجيه إشارات ذات دلالة، فعام 2013 سيكون هو آخر سنوات المخصصات الكبيرة، و2012 سيكون عام توقف نزيف الخسائر لشركات بيتك التابعة والزميلة، وهو أيضا العام الذي سيشهد عودة بيت الأوراق المالية إلى البورصة بعد أن سدد جميع ديونه. أسامة رشيد، سي إم بي سي عربية.